الصالون جمع في نسخته الأولى مختلف الفاعلين في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية بهدف دمجهم في الدائرة القانونية للممارسات التجارية عبر الإنترنت وإعطاء بعد مهني لهذا القطاع الواعد. مقدم خدمة يعني بريستاتير دو سيرفيس ننتيغريو الدفع الإلكتروني، يعني نقوم بإدماج الدفع الإلكتروني بالبطاقات البنكية والذهبية في المواقع والمنصات، ونقوم بإنشاء مواقع إلكترونية للزبائن تاعنا. التسليم هو تطبيق 100% جزائري، تطبيق همزة وصل بين لي ترانسبورتور و لي اكسبيديتور. Alors c'est هو الميم برينسيب كو لي ابليكاسيون تاع الفي تي سي تاع لي تاكسي نقص السلع والبضائع. عندنا كامل لي كاتيجوري تاع الفيكول تاع لي فيكول بوتيت يوتيليتير حتى الكاميون لور تاع 10 طن 40 طن. إقبال كبير شهدته أجنحة المعرض من المحترفين وقادة المشاريع والشباب الراغب في خوض قطاع الأعمال الناشئ من خلال منافذ متعددة. أنا جيت من تلمسان باش نشوف المعرض ونكتشفوا، بغيت ندخل في الميدان تاع الإي كوميرس ونشوفوا الشركات تاع التوزيع، الشركات اللي تقدر تساعد في هذا الميدان تاع الإي كوميرس. الحمد لله راه كاين بزاف شركات. بدينا بكات بيرو في لو ديبي ودوكا الحمد لله لحقنا لي 40 ولاية، لحد الآن لحقنا ال 200 عامل. رانا نشوفوا بلي تطورت بارابور كيفاش كانت، يعني دوكا الزبائن ولاو يديروا الثقة في التعاملات الإلكترونية ولو يتعاملوا بزاف بها. فعاليات الصالون تمتد إلى غاية 23 من الشهر الجاري.